يعني دول المنطقة الحقيقة بتمر بأزمات وتحديات كبيرة، قولي تأثير ده في البداية إيه على أمن واستقرار المنطقة؟ لا زي ما احنا شايفين ارتباك من ساعة 2011 لغاية النهاردة. بعد 2014 في مسؤوليات كبيرة على مصر بحكم الإحساس بالمسؤولية من قيادة السياسية المصرية، لأن الوضع قبل 2014 غير الوضع بعد 2014 في إدارة ملف السياسة الخارجية المصرية. طبعا ارتباك كبير، نيران مشتعل في أكثر من بقعة على الساحة العربية، نزيف مستمر للإنسان والموارد المادية والبشرية. فتحنا المجال لأطراف غير عربية للتدخل في شؤون الداخلية للدول العربية، وطبعا المجال مفتوح من الأول لأطراف دولية لنفس التدخل. لكن طبعا ده أدى إلى أنه حتى التعريفات تتغير، أنه تعريف الأمن القومي العربي ما عادش زي الأول. هو أصلا تعريف الأمن القومي عموما، عشان بس الناس تبقى معانا السادة المشاهدين، أنه قدرة المؤسسات الشرعية على حماية مصالح البلد ومواطنيه في الداخل وفي الخارج، وتوفيرها بشكل ملائم ومناسب. ده من 2007 من سنة 1947 لما اتعمل مجلس الأمن القومي الأمريكي. احنا أبناء الجيش المصري العظيم لما تولى المسؤولية بعد 52 حطوا ملامح لمفهوم الأمن القومي المصري والعربي. لكن كان الأول الموضوع واقف عند حدود حماية الحدود، عند الالتزام بمتطلبات الشعوب. لكن النهاردة مع اللي حاصل في كوكب الأرض مفهوم الأمن القومي اتغير تقريبا تماما. ما عادش حماية الحدود، لكن حماية الحدود والمصالح. ما عادش حماية الحدود عسكريا، لكن عند حضرتك حمايتها ثقافيا، غذائيا، مائيا، ثقافيا، سيبرانيا، خصائص السكان، لانه العرق لانه ممكن يبقى في تدخلات في تغيير ملامح الاعراق، فيبقى في شعب هجين كده ممكن يعمل لنا مشاكل. فالامن القومي اتغير تماما عن الاول، وبالتالي فرض علينا التزامات صعبه. طيب التعامل المصري بتشوفه ازاي مع هذه التحديات الاقليميه اللي بتواجه دول المنطقه؟ شوف يا استاذ ريهام، هم ثلاث مبادئ اساسيه للسياسه الخارجيه المصريه، وثلاث دوائر بتشتغل فيهم، اضيف لهم دائره رابعه في من بعد 2014، وست مبادئ للتدخل في الازمات. خلينا كده واحده واحده نمسك حاجه حاجه. الثلاث مبادئ الاساسيه للسياسه الخارجيه المصريه: اولا الالتزام بالقانون الدولي، اثنين الالتزام بالمعاهدات اللي ابرمتها الدوله المصريه في اي عهد ايا كان شانها وما تعهدت به من عهود والتزامات ما لم يكون احدها ليه علاقه بالسياده المصريه. المبدا الثالث هو حسن الجوار، وده طبعا ربما مصر تكون نموذج فيه. الالتزام بالقانون الدولي الالتزام بكل القوانين، سواء في المنازعات، في الخلافات، في الحق اللجوء للامم المتحده، الحق اللجوء للمؤسسات الدوليه منها مثلا التحكيم، محكمه العدل الدوليه، طبعا الالتزام بقوانين الانهار والبحار والمناطق الاقتصاديه والاقليميه الى اخره. الباقي معروف، الالتزام بالمعاهدات اللي ابرمتها الدوله المصريه، ومبدا حسن الجوار بقول لحضرتك احنا مثال فيه مع جيراننا طبعا الاشقاء كلهم الحمد لله عرب ما لم غير غير العرب الموجودين في شمال البحر المتوسط. الثلاث دوائر اللي بتشتغل فيهم السياسه الخارجيه المصريه معروفين زي ما بقول لحضرتك كده، من بعد تأسيس الدولة المصرية على يد أبناء الجيش المصري العظيم بعد 52، الدائرة العربية، الدائرة الأفريقية، الدائرة الإسلامية، وتحولت إلى دائرة العالم الثالث. وبعد كده بعد 2014 اضطرتنا الظروف إلى في دائرة رابعة هي دائرة البحر الأبيض المتوسط، لظروف تخص ما استجد من ثروات ممكن تبقى للشعب المصري موجودة في هذه المنطقة. الست مبادئ بقى اللي بتشتغل عليهم السياسة الخارجية المصرية، وطبعا الثلاث دوائر دول بعد 2014 شهدوا، وده كلام ممكن تتكلم فيه كتير، شهدوا تنشيط غير مسبوق في بعضهم لمده 30 40 سنه السابقه على 2014 كان فيهم تعثر كبير عربيا وافريقيا تحديدا. الست مبادئ اللي بتشتغل عليهم السياسه الخارجيه المصريه في التعامل مع كل الازمات ثابتين، هتلاقيهم في الازمه السوريه، هتلاقيهم في الازمه الليبيه، هتلاقيهم في الازمه اليمنيه، هتلاقيهم في الارتباك اللي ممكن يبقى حاصل في العراق، ما بيتغيروش، لانه انت بتتكلمي على دوله محترمه
عندها مصالح الشعوب الشقيقة في المقام الأول، عندها سمعتها وسمعة شعبها في التعامل مع هذه الأزمات، ما عندهاش مطامع، لا تكل بمكيالين، يعني عندنا موازين ثابتة لكل الأزمات. الست مبادئ دي هي أولا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، رقم واحد. اثنين، الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، لا يجي حد يقسم ولا يجي حد يقتطع حتة ويعمل دولة تانية ولا يجي حد يفكك الدولة الوطنية. التالتة، الالتزام بوحدة المؤسسات الوطنية واستمرارها في العمل. طبعا يعني أول مؤسسة من دول دايما بتكون الجيوش الوطنية، لأن هي عماد، يعني إذا تفككت طبعا الدولة كلها قبل التفكك، فيجي في مقدمة هذه المؤسسات الوطنية هو الجيش الوطني في كل دولة. المبدأ الثالث، أنه الشعوب تختار حكامها، ما يجيش حد من بره يفرض عليهم حد. الخامس، الشعوب تختار دساتيرها وهي اللي تحطها، ما يجيش حد يديلهم دستور جاهز ويقول لهم خد ده هيبقى الدستور بتاعكم. السادس، سلمية الحلول. شوفي يعني طبقي الست مبادئ دول على كل الأزمات، هتلاقي مصر ملتزمة بيهم في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في أي مشكلة، وفي السودان، في الارتباك اللي حاليا بيحصل في العراق.